في المحاضرات اللي فاتت احنا خدنا معظم اساسيات لغة السي، تقريبا يعني استعرضنا معظم المحتوى بتاع شابتر 1 وشابتر 2 في كتاب الدكتور محمد صبح، ولو تقريبا احنا في اواخر شابتر 2 دلوقتي اتعلمنا كده البيزكس بتاعت البروجرامنج عموما، معنى الفاريابلز والداتا تايبس ومعظم الاوبريتورز اللي المفروض نشوفها في اي لغة برمجة، وازاي نكتب اكسبريشن. ناخد بالنا يعني في كتابة الاكسبريشنز ديت من ازاي بنعمل اناليسز عشان نعمل الجوريثم كويس، بنكتب ازاي اللوب في لغة السي، والكلام ده بنتعلمه في اللغة دي بس بنطبقه في اي لغة برمجة تقريبا. ازاي بنعمل البرانشنج، لو بصينا كده في الأسئلة اللي في آخر الشابتر، أعتقد إنكم مفروض في الشيتات والسكاشن تكونوا استعرضتوا معظم الحاجات ديت، لكن خلونا نشوف مثلا السؤال ده. لما دايما يقول لي كده اكتب ايه الاوتبوت بتاع البرنامج، دي برضو مهارة من المهارات، ان انا مش بس في البرمجة ببقى عندي مشكلة وبكتب لها كود، جزء كبير من وقتي بقضيه في كود حد غيري كاتبه، ببقى عايز افهمه، اصلح خطأ فيه، اطوره كده. فممكن يقع في ايدي كده بلوك اوف كود او شوية كود زي ده، وابقى عايز الاول اعرف ايه الاوتبوت وبيعمل ايه الكود ده، خلاص. فدي اسمها تريسنج. يبقى احنا بنحتاج قوي ان احنا نطور المهارة دي عندنا مع الوقت، ان احنا نبقى متوائمين نفسيا اننا مش كل الوقت هنبقى بنكتب، ان انا هديك اقول لك اكتب برنامج يعمل كذا فانت تقعد تفكر وتكتب الكود بتاعك، لا، انت بتعمل تريسنج في وقت طويل جدا لاكواد حد غيرك عاملها. فخلونا نشوف الاكزامبل ده من الاسئله اللي في اخر شابتر 2 ونشتغل فيه مع بعض. وبنعمل تريسنج يعني تتبع، يعني انا همشي ورا البرنامج ده زي ما الكومبايلر بيعمل، هنفذه سطر سطر وهشوف بيطلع ايه على الشاشه. ده جزء من الموضوع، ان اطلع الشاشه بتاعت الاوتبوت كان انا شغلته، هقول لو شغلنا البرنامج ده هيبقى الاوتبوت سكرين هتطلع لي كذا في اول سطر وكذا في ثاني سطر وهكذا، تمام. فده اسمه تريسنج. بس المهاره دي شقين، الشق الاول اني اطلع الاوتبوت، يعني كاننا بنكتشف ديسكفر، مش هننقله كده، هندسكفر الاوتبوت بتاعه، خلاص. يعني لو انا ما عنديش القدره ان اشغله السورس كود ده، لو معايا على ورقه او مش معايا اصلا حاجه، يعني انا بقراه في كتاب قريته على صفحه كده على النت، فوانت بتقراه كده تقدر ان انت بالورقه والقلم وبمخك تتتبعه، مش لازم انت تاخده كوبي وتشغله على الفيجوال ستوديو او على اي اي دي اي عندك وتشوف ايه الاوتبوت. يعني انت تقدر تعمل ده في كتير من البرامج من غير ما يبقى عندك الايه متاح ليك الانفايرومنت اللي تقدر تشغل فيه الكود. تاني حاجه، سواء انت قدرت تعمل الديسكفرنج للاوتبوت ده او انت خدت كوبي كده وشغلته كتبته وشغلته، تمام، فانت محتاج كمان انك انت حتى لو شفت الاوتبوت او انت اكتشفته صح، انك انت تاندرستاند الفانكشن اوف ذا كود، يعني الكود ده بيعمل ايه، خلاص. فاحيانا انت ممكن تشوف الاوتبوت بس ما تقدرش انك انت تكتشف طب هو الاوتبوت ده ايه معناه، خلاص. يعني كلمه فانكشن دي ممكن ما تبقاش افضل كلمه هنا، ممكن نقول المينينج اوف ذا كود. انت دلوقتي طب طلعت الاوتبوت، فعليك برضو انك انت تشغل مخك كده وتفكر، يعني تبذل جهدك انك انت تتوقع ايه معنى الكود ده، لان ممكن يبقى قايل لك الكود ده بيعمل كذا، انت لما تشغله هتشوف الاوتبوت فتعرف هو صح ولا غلط. احيان تانية بيكون في كده جزء من الكود انت مش فاهم هو بيعمل ايه، فانت بتشوفه بيطلع ايه الحته دي، خلاص، وبعدين بتضيع شويه وقت عشان تكتشف يا ترى الكلام اللي طالع لي ده معناه ايه، خلاص. فانت بتبص على الكود، بتشوف الاوتبوت، بتعمل تريسنج، خلاص، بتفكر، بتقول يبقى الحته دي من الكود وظيفتها انها تعمل كذا،
وبعدين بقى انت ممكن تاخدها او ما تاخدهاش، تطور فيها، بس المهم انك انت اضطريت، انك اتطلب منك او انت احتجت انك انت تفهم جزء معين من الكود بيعمل ايه، فبذلت المجهود ده. طيب في الاكزامبل ده هو بيسألني هو ايه يا ترى الاوتبوت بتاع البروجرام ده، هنا ما سألكش ده بيعمل ايه، هو سألك بس تطلع له الاوتبوت. لما بنيجي نعمل تريسنج ونحاول نطلع الاوتبوت بتاع بلوك اوف كود او بارت من الكود بتاعنا، احنا بنعمل حاجتين، بنعمل ما يسمى التريسنج تيبل. التريسنج تيبل ده بيتتبع بيفولو الفاريابلز اللي موجوده في البروجرام، وبنعمل ما يسمى الاوتبوت سكرين اللي هو ده اللي انت المفروض تطلعه لو انت في امتحان مثلا ومطلوب منك تعمل تريسنج، فانت بتطلع لي اللي هيطلع كانك انت الكومبايلر وبتشغل برنامجي، وبدل ما بتطلع النتيجه على الشاشه بتطلعها لي على الورقه بتاعتك. فاحدى ده الجزئين بتوع التريسنج بروسيس. فانا هنا مثلا في البروجرام ده هبص كده في كام فاريبل عندي، ده اللي هيعرفني الجدول اللي هعمله. انا هنا شايف معرف 3 فاريبلز، مش معرف اي حاجه تاني، يبقى عندي هنا 3 فاريبلز اسمهم اي وجي واس. فهاجي كده في التريسنج تيبل ده هاجي هعمل اي وجي واس، دول الثلاثه فاريبلز اللي انا شايفهم في البروجرام ده. طبعا لو طلع لي حاجه بعد كده ممكن اضيف عمود تاني لاي فاريبل تاني انا ما خدتش بالي منه مثلا، تمام. وبعدين هنيجي كل ما يتغير واحد من الفاريبل دول قيمته، بنيجي هنا وبنكتب سطر في الجدول ده بالقيم اللي احنا في اللحظه دي متخزنه في الفاريبلز دول. فلو بصيت كده في البروجرام ده، انا عايز احطهم جنب بعض كده، في البروجرام ده اول حاجه في اول سطر عرف الفاريبلز، بس خلى الاس بكام؟ بواحد، خلاص. وبعدين عمل لوب، احنا طبعا اتعلمنا المره اللي فاتت التسلسل بتاع تنفيذ الفور لوب، ان اول حاجه هي الانيشياليزيشن وبعدين الكونديشن وبعدين بندخل جوه اللوب، ولما نوصل للقوس النهائي بتاع الفور لوب ديت هننط على الانكريمنت ده، وبعدين نروح للايه للكونديشن وندخل، وبعدين نقعد نلف كده لغايه ما الكونديشن ده يقول لنا فولس، ساعتها هنخرج. وفي البرنامج ده اول ما هنخلص الفور لوب ده هيبقى البرنامج كله خلص. فاول حاجه هتتعمل في السطر اللي مكتوب قدامي بتاع الفور ده ان الاي هتبقى باتنين، فاحنا هنا عندنا اول قيمه للاي كانت 2. هل الاثنين اصغر من 10؟ ده اللي بعد كده ان احنا بنعمل الكونديشن، فالاي باتنين، هل هي اصغر من 10؟ الاجابه اه. يبقى هندخل جوه الفور لوب ده، اول حاجه هنخبط فيها ان الجي بواحد، فانا هاجي في الجدول ده وهعمل الجي بواحد. يبقى انا اول سطر ده عملته في التريسنج تيبل، حطيت القيم اللي انا شفتها في الاول للايه للفاليوز بتاعه الفاريبلز بتاعتي، وكل ما يتغير حد فيهم انا طبعا. انت لو في امتحان او عايز تحلل بعمق شويه البروجرام، فانت اي تغيير في اي فاريبل من الثلاثه او في الفاريبلز اللي ظاهره في برنامجك هتعمله في سطر جديد، خلاص. طبعا لو بتكتب بقى على الكمبيوتر، انا ممكن هنا لما يتغير واحد من دول مش هيبقى تيبل، هيبقى هو مجرد السطرين اللي قدامي دول، وكل ما يتغير فاريبل منهم هغيره. لكن لو انا طلبت منك في امتحان المفروض انك انت تكتب لي ستور كتير، يعني هنا مثلا هو اول حاجه عملها انه دخل جوه الفور دي في وايل لوب، لوب جوه لوب، سميناه ايه يا شباب؟ لما نعمل لوب وجواه لوب تاني، عمر نستد لوبس، فده هيبقى ده مثال على نستد لوب، يعني في فور لوب جواه وايل لوب، تمام. ولما بنلف لفه في اي لوب، يعني هنا الاي ب 2 ديت هتبقى اول ايه في اللوب ده؟ ايه الكلمه اللي بنستخدمها لللفه في اللوب؟ Iteration. يبقى احنا اول iteration هنا اول حاجه خلينا الجيب 1، لقينا نفسنا عايزين ندخل لوب تاني، هنشوف الكونديشن ده ترو ولا فولس، فلقينا الجيب 1، هنبص في الجدول اللي احنا عاملينه بقى، الجيب 1 والاي ب 2 هنعمل ايه هنا؟ 1 اصغر من 2 يس ولا نو؟ هيقول لي يس. الجي في اللحظه دي كان اصغر فعلا من الاي، لان هبص على التيبل اللي انا بكتبه على الورقه الخارجيه او
في التريسنج تيبل اللي انا عامله هلاقي ان هو هيدخل في اللوب ده، هيلاقي عنده ايش ستيتمنت، هل الاي يقبل الاسم على جي، اي مود جي ايكوال ايكوال 0. يعني السؤال هنا هل الاي يقبل الاسم على الجي، الاي ب2 والجي ب1. طبعا اي حاجه تقبل الاسم على واحد، ففي الحاله دي الكونديشن ده هيبقى ترو. هندخل هنا نطبع رقم ومسافه، يعني هنا في التريسنج عشان تطلع لي الاوتبوت سكرين صح تاخد بالك قوي من المسافات الباك سلاشز الحاجات دي، هيطبع رقم ومسافه والرقم ده هيجيبه من الجي. فهنا هروح للاوتبوت سكرين بقى، وده اللي هيتكتب في الورقه، وهقول ان الاوتبوت سكرين ظاهر فيها دلوقتي قيمه الجي. اللي هيحصل بالظبط انه هيكتب واحد ومسافه، فدي اول حاجه طلعت لي في الاوتبوت انا هشوفها او اليوزر هيشوفها بعينه لما يشغل البرنامج ده. وبعدين هيعمل الجي بلس بلس. طبعا الصح بقى ان احنا ايه، طالما هم هنا عدد فاريبلز قليل، ان انا اجي اعمل سطر جديد كده واغير قيمه الجي ازودها بواحد، وبعدين نطلع هنا في الوايل نسال تاني هل الجي اصغر من الاي. في اللحظه دي الجي والاي قيمتهم متساويه، فمش هيكون الجي اصغر من الاي، فهنخرج من الوايل لوب هنلاقيه بيطبع باك سلاش ار باك سلاش ان، يعني هيروح سطر جديد. يبقى في الاوتبوت سكرين هنا في حاجه هتتعمل ان انا هنزل للسطر الجديد، انا كده جاهز هنا ان هو اي حاجه تطبع بعد كده هتطبع في السطر الثاني من الاوتبوت. كده احنا خلصنا وان اتريشن في الفور لوب. لما وصلنا للقوس ده في الفور لوب خلصنا الوايل والبرنت ديت، وصلنا لنهايه الفور لوب، كده انتهت الاتريشن الاولى اللي اتعملت مع قيمه الاي ب2. هنطلع لمين؟ هنطلع للانكريمنت. يبقى اللي بعد اول حاجه بتتعمل بعد ما بنخلص اتريشن ان احنا بنروح للستيتمنت الثالثه في سطر تعريف الفور، ولقينا هنا اي بلس بلس زي ما هو متعودين يعني في الفور لوب. فهنا هنيجي في الاي ديت وهنزودها، انا هنا هقعد ازود هنا. بس انت في الحقيقه لو عايز تعمل تريسنج توريه لحد فانت مفروض توري له تسلسل التغير في الايه في الفاريبلز. انا هنا هغير على طول في الايه في السطرين دول علشان نبقى عندنا نتفرج مع بعض. يبقى كده ده التريسنج تيبل هو هيبقى الجزء ده، وهنا الاوتبوت سكرين هكتب اللي هيطبع. يبقى في اللحظه دي احنا عملنا الانكريمنت بقى الاي بثلاثه، هل الثلاثه اصغر من العشره؟ اه لسه الكونديشن ده متحقق. فهندخل هنا اول حاجه هنخبط فيها ان الاي بي واحد، يبقى الاي هنا هترجع تاني قيمتها واحد. تمام، انا ملاحظ ان مفيش اس خالص في الموضوع. تمام، يعني في البرنامج ده هو بس الدكتور حاطط اس ايكوال 1 دي في التعريف علشان بس يلخبطنا، لكن مفيش اي استخدام للاس دي. فانا اكتشفت كده ان الاس دي مكتوبه على الفاضي عشان ما تسحمليش الدنيا، همسحها خالص لان شغلي كله بالاي والجي كده. طيب جينا هنا لقيناه بيقول الجي بواحد فخليتها بواحد. بعد كده دخلنا هل الاي يقبل الاسم على الجي، الاي بثلاثه والجي بواحد. اه طبعا يقبل الاسم، فهنطبع في المكان اللي احنا واقفين عنده اللي هو بدايه السطر الثاني، هنطبع قيمه الجي ووراها مسافه، فهنطبع برضو واحد مسافه. وبعديها زودنا الجي فالجي بقت باثنين. خلاص، يبقى احنا كده في التريسنج بنمشي خطوه خطوه على البرنامج كاننا الكومبايلر بننفذ، كاننا الكمبيوتر دلوقتي وبننفذ البرنامج ده، وكل ما نلاقي حاجه بتطبع نطلعها على الاوتبوت سكرين. بس نبقى فاكرين احنا واقفين فين، انا في اللحظه دي واقف في السطر الثاني بعد الواحد مسافه، ده المكان بتاعي. بعد كده زودنا الجي بقت باثنين، وهنسال هل الجي اصغر من الاي؟ اه الجي اثنين اصغر من الاي اللي هي ثلاثه لسه، فهندخل ثاني هل الاي اللي هي الثلاثه تقبل الاسم على الاثنين؟ لأ، انا دلوقتي لو قسمت هيتبقى لي هيطلع لي باقي اسم غير الصفر، هنا في اللحظه دي هيبقى 3 مود 2 هيطلع لي 1. فمش هنعمل الايف ستيتمنت دي، مش هندخل جواها ومش هنطبع. خلاص، وبعدين هنزود الجي، الايف بتنطبق على السطر اللي وراها ده بس لان مش مستخدمين اقواس، يبقى الجي بلس بلس دي بره الايف. خلاص، سواء الايف اتنفذت او لا احنا هنعمل الجي بلس بلس. فانا جيت زودت الجي بقت ب 3. خلاص، وبعدين لفيت الاتريشن اللي جوه الوايل خلصت، هل الثلاثة أصغر من الثلاثة؟ لا، فهخرج من الوايل لوب ديت هلاقي إنه بيطبع سطر جديد. يعني معنى كده إن أنا هاخد بالي بس في الأوتبوت سكرين إن أنا دلوقتي نزلت
نزلت لبداية السطر الثالث. خلاص خلصت iteration جديدة في الفور لوب بتاعت الاي. هنطلع على الانكريمنت. يبقى هنبقى علينا الدور دلوقتي هي الاي بلس بلس. في الاي بلس بلس دي هتخلي الاي باربعة. هندخل جوه الاي طبعا اربعة اصغر من العشرة. فاحنا لسه شغالين شوية مع الفور لوب ديت. هندخل جواها. واضح ان كل مرة بندخل في الاي لوب في الفور لوب اول حاجة الجي بترجع تاني الواحد. تمام. وهنسأل هندخل طبعا الجي اصغر من الاي. يبقى الجي دايما بتتعمل عدد مرات بيساوي الاي ناقص قيمة الاي ناقص واحد. يعني كده هنلف. واضح ان احنا كده كل مرة هنزود الجي بواحد في الاخر وهنلف عدد مرات اقل من الاي بواحد. فهنا الاي باربعة. فواضح ان انا هلف جوه الوايل لوب ده ثلاث مرات عند الجيب واحد واثنين وثلاثة. كل مرة هسأل نفسي هل الاي يقبل الاسم على الجيب بتاعتي ولا لا. الاي هنا كان اربعة يقبل الاسم على الواحد طبعا. فاحنا اول حاجة هنطبعها في السطر الثالث هي برضو الواحد مسافة. وبعدين هنلف الجي طبعا هتزيد هتبقى باثنين. وهنلف هل الجي اللي هي الاثنين اصغر من الاي. ايوة. فهندخل جوه هنسأل هل الاي تقبل الاسم على الجي. ايوة الاي الاربعة تقبل الاسم على الاثنين. فهنا الاف ستيتمنت ديت في السطر ده هنتخطى الواحد بقى وهنطبع قيمة الجي الجديدة اللي هي اثنين وبعدين مسافة. والجي هتزيد بعد كده هتبقى بتلاتة. تمام. وبعدين هنطلع التلاتة اصغر من الاربعة. فهندخل تاني جوه الاف هنسأل هل الاربعة تقبل الاسم على التلاتة. هيبقى الاجابة لا. فمش هنعمل حاجة هنزود الجي هتبقى باربعة. وبعدين هنلاقي ان الجي ما هياش اصغر من الاي لانهم بقوا بيساووا بعض. فهنخرج خالص من الوايل لوب هنطبع نيو لاين. فيبقى انا كده بدأت في السطر الرابع من الطباعة. في اللفة اللي بعدها الاي هتبقى بخمسة والجي هتبتدي من واحد. وهندخل هنا هنلف الجي هتتغير من واحد لغاية اربعة. يعني هيتنفذ الوايل لوب ساعتها اربع مرات. هل الخمسة تقبل الاسم على الواحد؟ اه. فاحنا اول حاجة هنعملها هنطبع واحد. وبعدين هل الجهة هتتغير هتبقى باثنين. هل الخمسة تقبل الاسم على الاثنين؟ لا ما تقبلش الاسم على الاثنين. فمش هنطبع حاجة وهنغير الجهة هتبقى بثلاثة. هل الخمسة تقبل على الثلاثة؟ لا. هل الخمسة تقبل على الاربعة؟ لا. لغاية ما الجهة تبقى بخمسة. فهنخرج من الوايل لوب ونطبع سطر. يبقى كده اول ثلاث اربع سطور ثلاث سطور كان مطبوع فيهم واحد وسطر في الثالث كان مطبوع فيه واحد واثنين. خلاص بعد كده الجي الاي هتزيد هتبقى بستة. الستة اصغر من العشرة. فهندخل هنا نخلي الجي بواحد ونعمل خمس لفات في الوايل لوب ده. وكل مرة نسأل الاي بيقبل الاسم على الجي ولا لا. فاول مرة طبعا الستة هتقبل الاسم على الواحد. وبعدين هنزود الجي هتبقى باثنين. هل الستة تقبل الاسم على الاثنين؟ ايوة. خلاص فايه فهنكتب هنا اثنين. وبعدين هنخلي الجيب ثلاثة. هنكتشف هنا ان الستة كمان تقبل الاسم على الثلاثة. فهنكتب في الاوتبوت سكرين كمان ثلاثة. وبعدين هيبقى عندي طبعا بعد النص ما بيبقاش في حاجة بتقبل. ستة على الاربعة مش هتقبل وستة على خمسة مش هتقبل. وعند الستة وستة هنخرج خالص من الايه من الوايل لوب. ويبقى خلصت الاتريشن بتاعت الاي بتساوي ستة في الفور. نفس الكلام لما الاي هتبقى بتساوي سبعة هندخل تاني لانها لسه اصغر من عشرة. والاي هتتغير الجي هتتغير من واحد الى سبعة. وهننفذ الكود عند قيم الجي من واحد لستة. هل السبعة تقبل الاسم على واحد؟ تقبل الاسم طبعا. بس السبعة مش هتقبل الاسم على حاجة تاني. يبقى كل ما الجي هتتغير السبعة طبعا لانها برايم نمبر فمش هتقبل تاني. فمش هنطبع حاجة تاني في السطر ده. وهننزل عند الاي بتمانية. التمانية دي بتقبل الاسم على كذا حاجة. فأكيد في السطر ده هنكتب واحد واثنين. وطبعا التمانية مش هتقبل على التلاتة لكن هتقبل على الاربعة. وخلاص كده مش هتقبل حاجة تاني. وبعدين اخر لفة بقى الاي هتبقى بعد كده بتسعة. دي اخر مرة لان هنا اللوب بيخلص عند الاي اصغر من عشرة. فاخر لفة هنخش فيها او اخر اتريشن هتبقى الاي بتسعة. والجي هتتغير من واحد الى تسعة. بس هنخش في الوايل لوب من واحد لتمانية. هنلاقي ان التسعة تقبل الاسم طبعا على الواحد. فهنطبع واحد. وبعدين الجهة تتغير اتنين مش هتقبل. تلاتة تسعة تقبل الاسم على التلاتة. وهكذا مفيش حاجة تاني.
تقبل الاسم على الزمالك. فكأن انا ده كده لو سؤال في الامتحان المفروض ان حضرتك بتطبع لي اللي مطلوب منك، يعني هو الاوتبوت سكرين ده عشان تعمله لو انت مش طبعا الكود ده سهل شويه، البرنامج مش صعب قوي ان احنا نطلع بالاوتبوت سكرين ده خلاص، لكن هي التركه دايما انك انت لو انت مشيت خطوه خطوه وقعدت تغير في كل خطوه الفاريبلز ما نسيتش حاجه يعني ومشيت صح، فانت وفي كل كونديشن بتسال تبص على القيم الحاليه الكرنت فاليوز بتاعه الفاريبلز بتاعتك عمرك ما هتغلط طالما انت فاهم يعني ايه برنت اف او وات ايفر يعني الايه الفانكشن اللي بتطبع في برنامجك خلاص. فاحنا التريسنج ده مهاره مع الوقت بتلاقي ناس بتعمله بسرعه قوي، مع انا طبعا ما مشيتش خطوه خطوه لان انا من اول كام اتريشن فهمت على طول البرنامج ده بيعمل ايه. فاحنا قلنا ان التريسنج احنا ممكن ندسكفر الاوتبوت، يعني انت ممكن كتير منكم يطلع لي الاوتبوت ده صح، ده اللي مطلوب منك لو انا قلت لك ايه الاوتبوت في امتحان انك تطلع لي الحاجات كده والمسافات والسطور تبقى مظبوطه زي ما هي مكتوبه قدامنا كده خلاص. طب انا لو خدت البروجرام ده كده وجربناه، طالما احنا بقى معانا الفيجوال استوديو هنا، لو جيت كتبت الكود ده هو هنا بس مش شكله مش عاطفي شويه هنا. كده هو الكود اللي هو قدامنا في المسألة في الكتاب انا كده كتبته وهجربه كده، فاكيد طبعا هيبقى صح يعني، فطلع لي الاوتبوت اللي احنا ايه شفناه من شويه. في حاجه غلط؟ 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 4 1 3. طب السؤال بقى البرنامج ده بيعمل ايه؟ يبقى ده كان الخطوه الثانيه بعد ما طلع ما اكتشف ايه الاوتبوت، ان انا يبقى عندي القدره انا فاهم بقى دلوقتي هو بيعمل ايه. حد فيكم يقول لي كده وظيفه الكود ده؟ بيجيب الحاجات اللي بتقبل الارقام اللي من 1 لـ10، الحاجات اللي بتقبل عليها يعني الارقام من 1 لـ9 بقى، من 2 لـ9 9 صح؟ يعني هو هنا لسبب ما حد كتب الكود ده، محمد نصر مش كده؟ ايوه. لسبب ما حد كتب الكود ده انه يجيب في كل سطر رقم من الـ2 لـ9، يعني هنا هو اول سطر ده مقابل للاثنين 3 4 5 6 7 8 9، كل سطر بيكتب فيه الارقام اللي ايه اللي التسعه بتقبل الاسم عليها اللي هي بنسميها ايه في الرياضه. يبقى كان انا عايز بقى اصيغ هندسيا بقى المهندس بيقدر ان هو يفسر الحاجات بمصطلحاتها، وده فايده الايه الباك جراوند الرياضي والقوي بتدرسه في الرياضه كتير وفيزياء كتير وحاجات كده علشان تقدر انك انت لما تقابل حاجه كده توصفها يعني خلاص. فاحنا هنا البرنامج ده الفانكشن بتاعته اللي واضحه قدامنا ان هو بي اوتبوت الفاكتورز او العوامل اوف نمبرز فروم 2 إلى 9، بس هو هنا في حاجه ان هو ما طبعليش العوامل كلها، يعني هو هنا مثلا في الاثنين احنا عارفين في الرياضه ان الفاكتورز اوف 2 هي 1 و2، فهنشوف حاجه من اثنين، يا اما لو افترضنا ان الكودر بتاع الكود ده الكودر كان فاهم هو بيعمل ايه، يعني هو مش غلطان في الكود ده، يبقى هو فعليا مش بيأوتبوت الفاكتورز، هو بيأوتبوت مش كل الفاكتورز، يعني output factors of numbers خلاص ما عدا مين، ما عدا الرقم نفسه. يعني لما كان في الاثنين السطر ده المفروض يطبع الفاكتورز بتاعت التو اللي هي 1 و2 خلاص. هفترض ان في مشكله، ان الكود ده جاي لي ان في مشكله، ان حد قال لي الكود ده مفروض يطبع الفاكتورز بس هو مش بيطبعها كلها،
لو الكودر غلطان فانا ممكن يكون الهدف ان انا بعمل تريسنج ان انا اصلح حاجه في الكود ده وانا عارف الفانكشن مثلا. فلو انا عارف ان دي الفانكشن ايه ايه الحاجه اللي تتصلح في الكود ده بحيث ان هو يطبع لي الفاكتورز كلها بدل ما يطبع واحد، المفروض يطبع ايه في السطر ده؟ السطر ده بتاع الاثنين. اولا الانترفيس وحش شويه ان هو مش بيطبع لي هو ايه السطر ده، يعني ممكن يقول هنا المفروض ان احنا نطور الكود ده بقى، نقول ان هي اول سطر هيكتب فاكتورز اوف 2 والمفروض الفاكتورز دي تبقى كام وكام، واحد مثلا واثنين، وبعدين عايزين السطر الثاني ده يعني هنصلح في الكود ده او هنطور فيه بحيث انه يطبع لي الاول حاجه تتقري لليوزر ان الفاكتورز اوف 3 كام وكام، واحد صح، وبعد كده الفاكتورز اوف 1 و 3 واحد ثلاثة هنا 1 و 3 صح، وهنا الفاكتورز اوف 4 يكتب لي 1 و 2 وايه و 4. يبقى كأن عندي مشكلتين مع الكود ده لو انا فهمته وايه وعايز اصلح للكودر ده او اطور الكود بتاعه خلاص. فازاي نطور الكود ده؟ نعمل ايه؟ وات حط اكبر من او يساوي وي تشينج. يبقى انا عندي حاجتين، حته انترفيس ان الاوتبوت يبقى مقروء اكتر لليوزر، وحته ان الكود نفسه فيه غلطه انه مش بيطبع لي اخر فاكتور اللي هو الرقم نفسه. اعتقد الاثنين سهلين صح؟ مين يقول لي كده ازاي نحط الرساله فاكتورز اوف كذا نحطها فين؟ تبقى شو برنت، تبقى النص يبقى قبل بريزنت دي، ده بالنسبه للفاكتورز. نعم بالنسبه للفاكتورز تمام، نخليها قبل بريزنت دي في البرنت اف. اني برنت فوق دي ولا تحت؟ لا اللي فوق، اللي فوق اللي هي اللي في النص دي. دي بس كده هيطبعها لي عند كل رقم صح؟ اعتقد المفروض يبقى قبل الوايل كلها، قبل الوايل يعني. لو كتبتها هنا بعد الجي ايكوال 1 ديت هتشتغل صح؟ المفروض يعني لا لا هي تبقى قبل الاف يا دكتور، قبل الاف هنا جوه الوايل. ما برضك هتتكرر جوه الوايل. طب خلونا نسيب دي، طلعت فيها تريكايه كده هنعملها دلوقتي، بس خلونا نحل المشكله الثانيه. البرنامج ده غلط لان هو مش بيطبع لي اخر فاكتور، نصلح دي ازاي؟ دي سهله بقى، نخليها اصغر من او يساوي يا دكتور. فهنا بيقول ايه بدل ما دي اصغر من، نجرب كده نخليها اصغر من او يساوي الاول. هنا هو كان الجي ما بتشوفش الحاله بتاعه الرقم نفسه، فلو جيت هنا قلت له الجي اصغر من او بتساوي في الوايل خلاص، وجربت اشغل هلاقيه بقى بيطبع له هو 1 2 1 3 2. يبقى دي كانت سهله شويه التعديله ديت، تعديله بسيطه في كونديشن بتاع الوايل لوب. فدلوقتي السطر ده هو الفاكتورز بتاعت ال 2 وده بتاع ال 3 4 5 ودي صح، دي 6 تمام 7 8 9. يبقى كده هو فعلا كل سطر بيطبع لي الفاكتورز بس مش طابع لي رساله معبره جنبها. ويمكن الدكتور محمد يعني ريح دماغه وما عملش الحته دي، لان هيكتب البرنت اف فين هنا؟ خلاص انا هنا مشكله عندي، لو كتبته في اي حته جوه الفور ديت في كل لفه هيطبع. يبقى انا لو جيت هنا في الاول وكتبتها له قبل الوايل زي ما انتوا قلتوا كده، في حد منكم قال كده؟ نجرب هنا، ينفع ولا ما ينفعش؟ فاكتورز اوف، انا مش عايز اكتب، انا عايز مره يطبع فاكتورز اوف 2 ومره بيرسنت دي بقى، بيرسنت دي زي ما انت قلت كده. ونجيبه منين؟ نجيبه على طول من الاي اعتقد كده، ده هيظبط لي الدنيا مش كده؟ انا افتكرت الموضوع اصعب يعني. نجرب كده ونشوف. فقال لي هنا فاكتورز اوف 2 3 4 5 6 7 8 9، مفيش مشاكل، ما طلعتش تركه ولا حاجه. يبقى هنا بالطريقه ديت احنا حسنا كمان في الكود، وده الطبيعي اللي احنا بنعمل التريسنج عشانه. يعني التريسنج انا ساعات بعمله عشان بتعلم حاجه جديده،
فبشوف الكود ده بيعمل ايه، لاني مش فاهم قوي الالجوريثم اللي هو اتبنى عليه. بقعد اعمل تريسنج وابص كده على الجدول الحاجات اتغيرت ازاي، خلاص ايه النقط. طبعا انا هنا ما عملناهوش جدول بجد، بسطنا والموضوع ما كانش مستاهل، لكن في الحقيقه المفروض التريسنج تيبل ده لو انا بكتشف فيه حاجه صعبه اكتب كل ما يتغير فاريبل اضيف سطر جديد في التريسنج تيبل، وبعدين كل ما حاجه تطبع او تروح للاوتبوت بن ايه بنحطها في الايه في السطر بتاعها. تمام، فده مهاره مهمه لازم تكون ايه عندنا واحنا بنشتغل في البرمجه باي لغه من اللغات. طيب احنا كنا في حته في اخر شابتر 2 ما قلناهاش مع بعض، اللي هي السبورت بتاع الستيتمنت اسمها دو وايل. يبقى انا عندي الفور والوايل دولت اعتقد في كل لغات البرمجه هنلاقيهم باختلافات بسيطه قوي في طريقه شغلهم، لكن الدو وايل دي برضو من الايه من الاستراكشرز او الحاجات المبنيه في لغه السي اللي ممكن تساعدنا ان انا بدل ما تشيك على الكونديشن في بدايه الوايل، لا ده انا هقول له خش لاني متاكد ان الكود بتاعي هيتنفذ مره واحده على الاقل. فكده كاني بكتب دو وبفتح القوسين بتوع الحاجه اللي هعملها في اللوب، وبعدين في اخر اللوب خالص في نهايه الايتريشن بنعمل وايل ونتشيك الكونديشن بتاعنا ونعمل سيمي كولون بعد الوايل ده. فده حاجه ثالثه، طريق شكل تاني من اشكال اللوب، شكل ثالث غير الفور والوايل مسموح لنا نعمله في السي والسي بلس بلس طبعا. فلو بصينا هنا في الكود ده هو مجرد كود بسيط بيفاليويت المعادله دي، يعني ادي لي الاكس احسب لك الاف اوف اكس، فتعويض مباشر يعني. بس هو عاملها لنا بالطريقه الايه الدو وايل علشان يعمل الانترفيس اللي احنا شفناه قبل كده، اللي هو بيقعد يلف مش بيشغل البرنامج مره واحده، بيشغل البرنامج اكيد البرنامج هيشتغل مره على الاقل. فكان عشان كده عمل دو وايل هنا، طالما هو متاكد ان في اتريشن هتتنفذ واحده دخل هنا وقال لو سمحت دخل قيمه الاكس اللي احنا هنعوض بيها هنا، وقرينا الاكس وعوضنا حسبنا الواي 5 اكس سكوير زائد 3 اكس زائد 2، وطبعنا على الشاشه ان الواي اوف القيمه اللي هو دخلها بتساوي الواي اللي احنا حسبناها. فهو هنا ده كده شغل البرنامج مره، فهو عايز يسمح لليوزر ان هو يحسب البولينوميال ده او المعادله دي لقيم تانية في الاكس. احمد اتفضل سؤالك. مفيش سؤال، تمام. فكل اللي عمله بس في البرنامج البسيط ده ان هو حط ده الكود اللي هو عايز يعمله، نقرا الاكس نحسب الواي نطبع الواي بتاع الاكس ديت. بس عشان يبقى البرنامج عملي اكتر فهو عايز يخلي اليوزر يقدر يحسب المعادله دي لقيم مختلفه في الاكس معاه. فعشان كده ده زي ما احنا عملنا زمان انترفيس حطيناه باستخدام ايه زمان الانفينيت لوب، كنا عاملين وايل 1 وكاتبين الكود بتاعنا وبعدين عاملين كونديشن جوه وبنعمل بريك. طريقه تانية في كتابه نفس الكود ان انا اعمله بالدو وايل، فالدو وايل هنا هيستخدم الايه الجيت شي ديت، او احنا ممكن نقرا هنا سكان اف ونقرا كاركتر ونلف طول ما الكاركتر ده بيساوي واي. فهو هنا لو اليوزر اختار واي هيفضل يلف ايه بي، بس ده معناه ان اليوزر كل شويه هي ايه هيكتب بايده واي، لكن احنا قبل كده كنا عملناه ان هو مفترض ان ايه ان الطبيعي ان اليوزر هيفضل يدخل بس في اخر مره هيدخل قيمه متفق عليها ان هي تخرجنا يعني. يعني دي طريقه من الطرق ليه استخدم الدو وايل هنا، كان ممكن يعمل وايل عادي، بس احنا خدنا اكتر من اكزامبل في المحاضرات اللي فاتت ان احنا ساعات كنا بنعمل الوايل بس بنحط قيمه غلط للفاريبل بتاعنا اللي في الكونديشن، صح؟ فاكرين الحاجات ديت؟ يبقى انا كنت مثلا بقول ايه وايل حاجه واقول ان هي ايه اديها قيمه الاول غلط عشان نضمن ان احنا ندخل اللوب في الفاليديشن مثلا، خلاص. ففي الفاليديشن كنت بقول ايه طول ما هو الحاجه غلط احنا هنقعد نقول له دخل القيم لغايه ما يدخل قيم صح. طب ايه اللي هيدخلنا اول مره في اللوب ان احنا
حاطين قيمه غلط للداتا قبل ايه كانيشياليزيشن قبل ما ندخل في الوايل لوب خلاص. فالدو وايل ممكن ايه يبقى مناسب في الحاله دي تحديدا ان انا ما اضطرش ان احط قيمه غلط بايدي كانيشياليزيشن لفاريبل خلاص انا بلف عليه. انا على طول هعمل دو وهعمل الوايل بتاعتي في الاخر، فانا ضامن ان انا وانا بعمل الوايل خلاص قريت قيمه للايه للفاريبل بتاعي من اليوزر. تمام، فده كده الدو وايل ما فيهوش حاجه يعني خالص، هو طريقه تانية في كتابه اللوبس بس بنكتب الايه الكونديشن في الاخر. طيب خلونا احنا نقفل